إنه ولد صغير ولا يفهم ما يقول. لا تأخذي كلامه على محمل الجد. أيها الأحمق، لماذا فعلت هذا؟ كدت تسبب لنا كارثة كبيرة. الحمد لله، فالأمر انتهى على خير. من المشكلات هنا، وآن لهذه المدينة أن ترتاح منكم، بل جئنا إلى هنا لكي نودعكم، فنحن أصبحنا أصدقاء بعد أن تحالفنا، وأعتقد أننا سنشتاق إليكم كثيرا. أنا أيضا أحببت هذا الحلم. نعم، وسأضع يدي في يدك ونعمل معا لنحقق حلم ألفريدو. أليس شيئا رائعا أن يكون الهدوء مخيما دائما؟ أشعر أن أحدنا سيصاب بأذى، أما البقية فسينجون من الموت المحتم. شعرت بأنني في حفرة مظلمة، كان الظلام حالكا ولا أستطيع رؤية شيء. شعرت بالبرد وكنت خائفا جدا. مرحبا ساكورا، أظن أنك طالبة قوية وذكية. أخبريني بصراحة يا ساكورا، ما هو رأيك في ناروتو أوزوماكي؟